حتى الفرنسيون تزاير عام 1830. بصح السؤال اللي يتسألوا كل واحد منا، واش هو مصير الداي حسين آخر حكام مدينة سيدي عبد الرحمن والعائلة نتاعو؟ كي دخلت القوات الفرنسية للجزائر، كان داي والعائلة نتاعو في قصره، كل شيء تبدل وتحطوا العلامات تاع فرنسا. كان الشعب الجزائري غاضب على داي واتهموه باللي هو اللي سلم البلاد. الفرنسيين داو دراهم الخزينة وخلاو له الأشياء الثمينة الخاصة نتاعو باش يديها معاه، وراح هو والعائلة نتاعو خلى مراه كل حاجة غالية، وشاف باللي هو السبة في سقوط الجزائر في يد الفرنسيين. في العاشر من جويلية 1830، الداي حسين راح يغادر الجزائر مع العائلة نتاعو. طلع الداي حسين والحاشية نتاعو على متن السفينة الفرنسية جان دارك. عاش في باريس لفترة قبل ما تطردو حكومة شارل العاشر، ويستقر في نابل وبعدها في ليفورن. أثناء الإقامة نتاعو في باريس، الصحافة راح تتحدث غير عليه. يقال أن الداي السابق كان موجود في كل مكان، وكان موضوع لمحادثات الجميع لعدة أسابيع. كانوا يعرضوه للسهرات غير باش يشوفوا كيفاش يلبس بالصفات اللي كانوا يتخيلوها عدايات والبايات. خطرة في لوبيرا خلق خيبة أمل، لأنه حوايجو كانوا سامبل والمجوهرات نتاعو ما كانتش تبرق كيما الشي اللي كانوا يتصوروا فيه. كان يقولوا عليه باللي كان مسرار ويبان من وجهه نية. واحد النهار سقساته واحد المرأة اللي جات تزوره بدافع المجاملة والفضول إذا راهو متوحش الجزائر. جاوبها من خلال المترجم نتاعو وقال لها: كان عندي روسينيال حبيته بزاف واهتميت به كثير، ظنيت انه نسى الاطلس. واحد النهار حليت له الباب تاع القفص نتاعو، طار للجبل نتاعو وعمره اذا ولا الداي راح يكون اقل حظ من الروسينيال، لانه عمره راح يزيد يشوف الجزائر مره واحده اخرى، وهذا بسبب اتهامه بالتآمر للترويج لانتفاضة الشعب الجزائري والحفاظ على شبكة من الجواسيس في أوروبا وشمال إفريقيا. رح يتنفى الإسكندرية وين رح يتحط تحت المراقبة ويموت تما في تاريخ غير معروف بدقة. في مصر رح يتم تسجيل جميع أفراد الأسرة نتاعه في القنصلية الفرنسية بالقاهرة، لكن أثناء حريق هذه القنصلية رح يتحرق الباسبور نتاعه، لكن يتم حفظ السجل. وهنا الأميرة هانم راح تصيب الدليل باش تطالب بالجنسية الفرنسية. لكن السؤال اللي ينطرح، وش هي المصلحة تاع أمينة هانم بنت آخر داي تاع الجزائر بالسعي وراء الحصول على الجنسية الفرنسية؟ لو 3 نوفمبر 1869، أمينة هانم اللي كان عمرها 50 سنة كانت أرملة، وهنا راح تحط التوقيع نتاعها في سجل الجزائريين في القنصلية الفرنسية في القاهرة. لو 4 جوان 1879 راح يتحط اسم أمينة في السجل الخاص بالقنصلية الفرنسية، وهنا راح يمدوا لها واحد البطاقة اللي تشبه بطاقة الإقامة. بصح بعد مرور 20 عام راح تبعث أمينة رسالة لرئيس الجمهورية الفرنسية، وهذا عبر القنصلية نتاعو بالخارج، من أجل الحصول على تعويض على ممتلكات والدها اللي صادروها الاستعمار الفرنسي إبان سقوط الجزائر. وهنا رايحين نفهموا كيفاش استغلت أمينة الجانب القانوني للجنسية الفرنسية باش تسترجع أموال باباها. لـ 31 ماي 1895، أي بعد 6 سنوات من الاتفاق الدبلوماسي، أمينة راح تعاود تكتب للقنصل العام لفرنسا في مصر، هنا وين راح تطلب باسترجاع ممتلكات باباها ولا التعويض على هذه الممتلكات، وراح تعرض سندات الملكية كدليل. أمينة ما راحش تكسب القضية فيما يتعلق بممتلكات والدها، لكنها راح تفتح باب النقاش أمام مسألة الجنسية، وهذا قبل حتى المؤرخين. في الأخير نفهمه من خلال الباركور نتاع أمينة اللي فتحت النقاش على الوضعية القانونية اللي تحاوزوا فيها متزاير، خاصة الناس اللي أصولهم تركية، وهذا بعد ما دخلت فرنسا. لكن في الأخير يبقى السكان الأصليين
هما اللي جاهدوا وضحاوا بالنفس والنفيس من أجل الحرية والهوية الجزائرية.